بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم. يسعدني أن أشارككم هذه الدروس في الفيزياء، وخاصة دروس ميكانيك النقطة المادية. ها نحن الآن في الحركات المستقيمة، الجزء الثالث والأخير، الحركة المستقيمة الجيبية، و نمر إلى تمرين بعد ذلك. تعريف الحركة المستقيمة الجيبية: تكون الحركة مستقيمة جيبية لنقطة مادية إذا أمكن كتابة المعادل الزمني لحركتها بالشكل المثلثي بالطبع x تساوي x m كوسينيس أوميغا t زائد في، أو حتى بدلالة الجيب أي x تساوي x m سينيس أوميغا t بلس زائد ألفا. ماذا تمثل هذه الرموز؟ X تمثل ما نسميه بالفاصلة أو المطال اللحظي (elongation ou abscisse instantanée). XM السعة أو المطال الأعظمي، يتغير المطال بين قيمتين حديتين مادام الفاصلة مرتبطة بجيب تمام أو الجيب، فإن جيب أو جيب تمام محصورين بين زائد واحد وناقص واحد، معناه أن X الفاصلة أو المطال اللحظي محصور بين قيمتين حديتين ناقص XM وزايد XM. معنى هذا أن المسار في هذه الحالة مستقيم، ولكن عبارة عن قطعة مستقيمة طولها 2XM. أوميغا تمثل ما نسميه نبض الحركة، وحدته الراديان في الثانية. في الطور الابتدائي أو الصفحة الابتدائية، وحدتها بالطبع مادام هي زاوية راديان. أوميغا تي زايد في هي كذلك زاوية وحدتها راديان، وتمثل الطور اللحظي أو الصفحة اللحظية. السرعة، كيف نحصل على معادلة السرعة؟ هذا شيء بسيط، نقوم باشتقاق المعادلة الزمنية بالنسبة للزمن. إذا قمت باشتقاق هذه المعادلة مثلا، أولا أقوم باشتقاق أوميغا تي زائد في بالنسبة للزمن، إذن هي أوميغا، ها هي أوميغا، ثم أقوم باشتقاق كوسينيس أوميغا تي بلس في. ما هو مشتق كوسينيس؟ هو ناقص سينيس، ولهذا يظهر هنا ناقص. إذن في تساوي ناقص إكس إم أوميغا سينيس أوميغا تي بلس في. إذا انطلقت من هذه المعادلة الثانية، بالطبع هنا سيتغير الأمر وأحصل على كوسينوس. تتغير هذه السرعة كذلك ما دام هي تابع للجيب بين قيمتين حديتين ناقص اكس ام اوميغا اي زائد اكس ام اوميغا. بالنسبة للتسارع نفس الشيء، واصل الاشتقاق، اشتقاق سينوس اوميغا تي بلس في هو اوميغا، اذا اوميغا في اوميغا هي اوميغا مربع، وكوسينيس أوميغا تي بلس في. كل هذه أشياء رياضية في متناولك. يتغير هذا التسارع بين قيمتين حديتين بين ناقص إكس إم أوميغا مربع وزائد إكس إم أوميغا مربع. لاحظ هنا أن لديك XM في كوسينوس أوميغا تي بلس في، ما هو إلا X، إذن A تساوي ناقص أوميغا مربع في X. نقول أن التسارع يتناسب طردا مع المطال ويعاكسه في الاتجاه بسبب هذا الناقص. لخصنا أهم خصائص الحركة المستقيمة الجيبية في الشكل التالي: إذا ما دام هي حركة مستقيمة، إذا لابد أنها تتم مثلا وفق المحور OX. X تتغير بين قيمتين حديتين، إذا لا يمكن للمتحرك أن يتجاوز هذه القيمة ناقص XM أو هذه القيمة زائد XM. عند مروره من X تساوي صفر، سرعته تكون أعظمية، لهذا لا يتوقف هنا سواء في الذهاب
أو في الإياب، لأنه هو يتأرجح بين زيد إكس أم وناقص إكس أم ذهابا وإيابا. وخير مثال على ذلك تذكر دراستك للنواس المرن لو بوندول إلاستيك، بينما أ تساوي صفر. إذن عند مروره من نقول هذا موضع التوازن أو المبدأ، أ تساوي صفر لأنها مرتبطة بX، لما X تساوي صفر أ كذلك تساوي صفر، وإنما السرعة تكون أعظمية. لما يصل المتحرك إلى ناقص XM سرعته تنعدم، ولهذا هو يتوقف هنا، لا يستطيع أن يواصل طريقه، هو يصل هنا بسرعة سرعته تتناقص في هذا الاتجاه من صفر إلى ناقص XM، هنا تنعدم، ولهذا يعود بفضل هذا التسارع الذي يكون أعظمي فيعيده نحو الصفر، ولكن عندما يصل إلى الصفر يجد نفسه بسرعة أعظمية ولهذا يواصل طريقه حتى زيد XM، وهكذا ذهابا وإيابا. إذن ها هي، لما X تساوي XM V تساوي صفر وA تساوي ناقص XM أوميغا مربع، معناها تكون أعظمية. لاحظ أن شعاع السرعة يكون موجه هكذا، هذا إذا كان المتحرك ذاهب في الاتجاه الموجب، ويكون سالب عندما يعود ويكون متجه نحو الفواصل السالبة، بينما أ سواء من صفر حتى زيد إكس أم أو من صفر حتى ناقص إكس أم هي تكون دائما موجهة نحو المركز، إذن هو تسارع مركزي. ما هو 2XM؟ ماذا تمثل؟ تمثل المسافة التي يقطعها أو المسار، مسار المتحرك. إذن زيد XM وهنا عندي ناقص XM، ولكن بالقيمة المطلقة هي 2XM. المعادلة التفاضلية للحركة، إيكواسيون ديفيرونسيال دي موفمون، انطلاقا من معادلة التسارع يمكن كتابة A تساوي ناقص أوميغا مربع X، معناه بترميز ليبنيتز يمكن كتابة D مربع X على DT مربع زائد أوميغا مربع X تساوي صفر، أو حتى بترميز نيوتن X نقطتين زائد أوميغا مربع X تساوي صفر. هنا عندي الدالة ومشتقاتها الثانية، هذا النوع من المعادلات نسميه المعادلات التفاضلية، وطرق حلها متوفرة، ما عليك إلا مراجعة كيف تحل معادلة تفاضلية من النوع البسيط بالطبع. تسمى هذه المعادلة من المعادلة التفاضلية للحركة، حلها يكون من هذا الشكل: X تساوي A كوسينس أوميغا تي بلس B سينس أوميغا تي. إذا أردت أن تتأكد، ما عليك إلا أن تقوم باشتقاق X مرتين متتاليتين وتعوض هنا، ثم تزيد أوميغا مربع في هذه العبارة وستتأكد أنها تساوي صفر. كذلك يمكن أن تكون X تساوي XM كوسينس، هذا كذلك حل لهذه المعادلة التفاضلية، قم باشتقاق X مرتين متتاليتين وأضف إليها هذا الجدا أوميغا مربع في X، أي هذا ستجد صفر، معناها أن العبارتين متكافئتين، هذه العبارة نحصل عليها من هذه العبارة بواسطة تحويلات مثلثية متتالية فنصل إلى هذا. يحدد ثابت التفاضل XM وفي بمعرفة الشروط الابتدائية لكل من المطال X0 والسرعة V0 الابتدائيتين، معناه كيف نحدد XM وفي، نحددهما انطلاقا من الشروط الابتدائية، معناه في اللحظة T تساوي 0 لما نعوض T بصفر في معادلة الفواصل سأجد XM كوسينس في، وفي معادلة السرعة V0 تساوي ناقص XM سينس في. إذن عندي هنا جملة معادلتين ذات مجهولين هما XM وفي، أستطيع أن أجد في وXM. مخطط الدالة الجيبية، وهذا الهدف
وهذا مهم جدا. الشكل العام لمنحنى جيبي لابد أنك تعرفه، هو هكذا، هذا إذا كان لما x تساوي صفر y تساوي صفر، هذا في المجال الرياضي y بدلالة x. أما إذا كان x لا يساوي y لا تساوي صفر لما x تساوي صفر، معناه أن المنحنى لا ينطلق ولا يمر من المبدأ، معناه ممكن أن يمر من أي نقطة من محور إيغراك، ولكن عموما هذا هو الشكل العام للمنحنى الجيبي. نتعرف على كيفية تمثيل مخططات كل من الانتقال والسرعة والتسارع للحركة المستقيمة الجيبية في التمرين التالي. هذا التمرين يلخص لي أهم ما يجب أن أعرفه في الحركة المستقيمة الجيبية. هزاز جيبي ممثل بالمعادلة هي x بدلالة كوسينوس، يمكن أن تعطى لي x بدلالة سينوس. كل المقادير معبر عنها في وحدات الجملة الدولية، لاحظ أننا لا نغفل عن ذكر الوحدات. أوجد السعة، الدور، التواتر والصفحة الابتدائية للحركة، السرعة والتسارع، الشروط الابتدائية، عين الموضع السرعة والتسارع في اللحظة معينة t تساوي 5 ثواني، عين أول لحظة يبلغ عندها المتحرك مطاله الأعظمي الموجب بعد انطلاقه، أرسم مخططات الحركة. إذن إلى الحل، السؤال الأول بسيط، يكفي أن تنطلق من المعادلة العامة للحركة المستقيمة الجيبية منها هي على هذا الشكل، وتقارنها بالمعادلة التي أعطيت لك، وتقارن إذن بالمطابقة تصل إلى x m يساوي 4، ولكن حذار يذكر الوحدة 4 متر، وتعرف أن الدور يساوي 2 بي على أوميغا، هذا حتى في الكهرباء قد صادفته. إذن تي تساوي 2 بي على أوميغا، معناه تي تساوي 4 بي لما نعوض أوميغا بصفر 5، 12.56. نعرف كذلك أن التواتر هو عكس الدور، إذن هو تقريبا 0.08 هرتز، هرتز حيذكر الوحدات. الفيزياء أو القيم الفيزيائية بدون وحدات لا تساوي شيء. في تساوي صفر لأن هنا موجودة في، ولكن يقابل هنا لا شيء، معناه صفر. السؤال الثاني، حساب السرعة والتسارع، هذا شيء بسيط، نقوم بالاشتقاق اللازم. إذن مشتق 0.5 تي هو 0.5، 0.5 في 4 هو 2، ومشتق الجيب التمام هو ناقص الجيب. بينما التسارع لما نواصل الاشتقاق، مشتق 0.5 تي هو 0.5 في 2 إذن هو 1، ومشتق ناقص سينيس هو ناقص كوسينيس. هنا كذلك A تساوي ناقص ربع X، ممكن أن أخذ مباشرة X هذه وأقسمها على 4، ولكن مع الناقص سأجد نفس العبارة هذه. تحديد الشروط الابتدائية، معناه عندي المعادلة الثلاث، أبحث عن قيمها في اللحظة T تساوي صفر. إذن عوض T بصفر، كوسينيس صفر يساوي 1، إذن X صفر تساوي 4 متر زائد، لابد من ذكر الإشارة لأن x ممكن أن تكون موجبة أو سالبة. v صفر سينوس صفر يساوي صفر، معناها أن السرعة الابتدائية معدومة. تسارع كوسينوس صفر يساوي 1، ولكن عندي هنا ناقص، إذا ناقص 1 متر على الثانية، أو مباشرة a تساوي ربع x صفر ولكن مع الناقص. تعيين الموضع، السرعة والتسارع في اللحظة t تساوي 5، إذن هنا ما عليك إلا تعوض في هذه المعادلة الثلاث t ب5. إذا المعادلة الأولى عندك 4 في كوسينيس 2.5، كيف حصلت عليها؟ 0.5 في 5 2.5، ولكن تأخذ آلتك الحسابية وتقوم بالحساب، ولكن ماذا تضع؟ تعطيها أن 2.5 هي الراديان، إذن أضبط آلتك الحاسبة على الراديان وليس على الدرجة. إذن كوسينوس 2.5 هنا 2.5 راديان،
تعطيك قيمة، اضربها في 4 ستجد أنها تساوي ناقص 3.20 بالتقريب. كذلك الأمر بالنسبة لي في سينوس 2.5 راديان، ضربها في 2 تعطيك ناقص 1.2 متر في الثانية. أما أ كذلك، يا إما ربع إكس مباشرة مع السالب، السالب مع السالب يعطيك موجب، يا إما كوسينوس 2.5 راديان كم يساوي، ستجده سالبا ويعطيك الناقص مع الناقص يعطيك 0.80 متر على الثانية أس 2. السؤال الموالي، نبحث عن أول لحظة يبلغ عندها المتحرك ما طاله الأعظمي الموجب بعد انطلاقه. إذا هنا 0.5 هي نصف، إذا إكس يساوي إكس أم، معناها إكس أم معناها أبحث عن اللحظة التي يبلغ فيها المطال ما طاله الأعظمي. متى تكون إكس تساوي إكس أم بعد الانطلاق؟ معناه هنا سأحل معادلة مثلثية، أي لما نوصل هنا ما هي الزاوية التي جيب تمامها يساوي 1، ما هي الزاوية أو الزوايا. معناه هنا نصف تي يساوي 2 كابي، كل الزوايا 2 كابي جيب تمامها يساوي 1، وما عليك إلا أن تضع نصب عينيك الدائرة المثلثية. إذا تي تساوي 4 كابي، معناه وهناك عدد طبيعي، ك تساوي 1 2 3 50 100 1000، كل هذه الزوايا من نوع 4 كابي، معلوم أن ك هي عدد طبيعي، كلها جيب تمامها يساوي 1، ولكن احنا نبحث عن لحظة معينة، أول لحظة يبلغ عندها المتحرك ما طاله الأعظمي. لما نبدأ، ما هي أبسط قيمة لك؟ هي الصفر، معناها تي تساوي صفر، لما نعوض هنا ك بصفر تي تساوي صفر، أي إكس تساوي 4، هذا صح، هي اللحظة التي يبلغ فيها المتحرك ما طاله الأعظمي. لا، هذه اللحظة التي انطلق فيها المتحرك، وليس هذا هو المطلوب، المطلوب هو اللحظة التي بعد الانطلاق، إذا تكون فيها الفاصلة أعظمية. إذا اللحظة الأولى التي يبلغ عندها المتحرك ما طاله الأعظمي، نعطي الك القيمة الثانية البسيطة وهي ك تساوي 1. إذا تي تساوي الدور، أي تساوي 12.56 ثانية. في هذه اللحظة الثانية بعد الصفر يمر المتحرك من مطاله الأعظمي. وإذا أعطيت لك القيمة 2، معناه اللحظة الثانية، اللحظة الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى آخره، لأن الحركة تتواصل. رسم مخططات الحركة، وهذا مهم جدا، أنصحك بالتمرن على القيام بها وعدم الاكتفاء بالنظر إليها على الشاشة، لأنه لا يمكن أن تتعلم ركوب الدراجة إلا بعد السقوط والنهوض والتمرن. إذا هنا كذلك، لكي تكتسب يد رسام وترسم هذا المنحنى كما يجب، لأنه من نوع خاص، إذا لابد أن تتمرن، خذ ورقة ميليمترية وتمرن على الرسم. مخطط الانتقال، إكس بدلالة الزمن، إذا ها هي المعادلة التي يجب أن أمثلها بيانيا. لاحظ أنني استبدلت أوميغا ب2 بي على تي، لماذا؟ ستكتشفه في الجدول التالي. إذا تي وأوميغا تي معناها 2 بي على تي وإكس، أعطي لي تي قيم معينة، قيم بدلالة تي، تي معناها الدور، لماذا؟ لكي يتسنى لي اختزال تي، وإذا عوضت تي هنا معبر عنه بدلالة تي كبيرة، يمكن أن أختزل تي كما ستكتشف الآن. سأعطي لي تي القيم صفر، ربع دور، نصف دور، ثلاث أرباع دور، ودور كامل. إذا لما 2 بي على تي تساوي صفر، كل هذا يساوي صفر، ها هو صفر. لما نعوض تي بالتي على 4، اختزل تي مع تي وتبقى لي 2 بي على 4، معناها بي على 2،
ثم بي، ثم 3 بي على 2، ثم 2 بي. إذن ما الفائدة من تعويض أوميغا ب2 بي على تي؟ هو اختزال تي هذه مع القيم التي أعطيها للتي بدلالة الدور. وإذا وضعت هذا الجدول الآن يسهل علي إيجاد هذه النقاط، وهي جيب تمام صفر يساوي واحد، واحد في أربعة زائد أربعة، جيب تمام بي على اثنين يساوي صفر، جيب تمام لي بي هو ناقص واحد في أربعة، إذا ناقص أربعة صفر وزائد أربعة. لماذا أتوقف هنا؟ كان بالإمكان أن أضيف هنا تي على أربعة، معناها خمسة تي على أربعة إلى آخره، ثلاثة تي على اثنين إلى آخره. ولكن إذا رسمت المنحنى على مدى دور، فإن هذا المنحنى يتكرر مطابق لنفسه في بقية الرسم كما ستلاحظ. إذن ها هما المحوران، محور المطالات ومحور الأزمنة. أعرف أن إكس تتغير بين زائد إكس أم وناقص إكس أم، في حالتنا هنا بين زائد أربعة وناقص أربعة. والتدريجات على محور الأزمنة هو بدلالة الدور. إذن صفر اختار سلم، وهنا صفر تي على أربعة نفس المسافة تي على اثنين، نفس المسافة ثلاثة تي على أربعة، وهكذا. عندما أصل إلى تي، إذا أردت أن أواصل أضيف هنا تي على أربعة تصبح خمسة تي على أربعة، ثم أضيف تي على أربعة تصبح تي على اثنين إلى آخره، سبعة تي على أربعة إلى آخره، وأضع النقاط. إذن في اللحظة تي تساوي صفر، إكس تساوي زائد أربعة، إذن المنحنى ينطلق من هنا. في اللحظة تي تساوي أربعة، إكس تساوي صفر، إذن المنحنى سيمر من هذه النقطة. تي على اثنين، إكس تساوي ناقص أربعة، إذن المنحنى سيمر من هذه النقطة. وأعرف ما شكل المنحنى بين هذه النقطة وهذه. إذن ولهذا طالبت منك أن تتمرن لكي تستطيع أن ترسم منحنى مشابه لهذا. لاحظ أن هنا هو مستدير قليلا ما، ثم يمر هنا. لاحظ أن القمة ليست حادة، وإنما هي عبارة عن منحنى بهذا الشكل، وكذلك هنا إلى آخره. إذا أردت أن تواصل بعد التي، ها هو احتلت التي، عندك هذا الجزء. إذن بعد التي ستحصل على نفس أو جزء مماثل لهذا الجزء الأول. ولهذا نقول أن الحركة دورية، معناها تتكرر مطابقة لنفسها. إذن هذا إكس بدلالة إكس أم. ملاحظة، مخطط المطالات ليس هو المسار، المسار قطعة مستقيمة نكررها. مخطط السرعة نفس الشيء، المعادلة السرعة أولا ثم الجدول. السطران الأولاني نفس الشيء مثل ما فعلنا بالنسبة للمطال والانتقال. هنا في جيب صفر يساوي صفر، ولهذا في تساوي صفر. جيب بي على اثنين يساوي زائد واحد في ناقص اثنين، إذا ناقص اثنين، ثم لديك الصفر، ثم زائد اثنين، ثم الصفر. ما عليك الآن إلا القيام بالرسم. إذا السرعة، محور السرعات زائد اثنين وناقص اثنين، التدريجات على محور الأزمنة بدلالة ربع دور ربع دور إلى آخره، القيمتين الحديتين، وأرسم المنحنى الجيبي. إذن هو دائما على هذا الشكل، يختلف فقط في انطلاقه وإلى أين يتجه. هنا يتجه نحو السالب، بينما في الفواصل انطلقنا من زائد أربعة واتجهنا نحو الصفر. هذا في بدلالة الزمن. مخطط تسارع في حالتنا هذه، لا تنسى أن للتبسيط أخذنا في تساوي صفر. لو لم نأخذ في تساوي صفر، المنحنيات لا تنطلق من الصفر أو من تي تساوي صفر. نفس الجدول، هو الجدول، ولكن لما أوميغا تي تساوي صفر، معناه
هذا يساوي صفر، جيب تمام لصفر يساوي زائد واحد، في ناقص في الناقص تعطيني ناقص واحد، جيب تمام لبي على اثنين يساوي صفر، وهكذا أملأ الجدول. أو بدلالة إكس، إذا كانت عندي قيم إكس أستطيع أن أجد قيم أ التي تظهر هنا. المحورين، محور التسارعات ومحور الأزمنة، لاحظ زائد واحد ناقص واحد، ومحور الأزمنة مدرج بكل ربع دور أضع نقطة، وها هو المنحنى. إذن هذا المنحنى ينطلق من ناقص واحد، منحنى المطالات من زائد أربعة، بالنسبة للسرعة من صفر، ولكن على العموم لهما لكل هذه المنحنيات لها نفس الشكل. هذا أ بدلالة أزمنة. لرؤية أشمل نقارن المخططات الثلاث على نفس الرسم البياني. ها هي، بالأحمر عندك إكس، بالأزرق عندك أ، وبالأخضر عندك في. لاحظ أن المنحنى الجيبي للمطالات يتعاكس مع المنحنى الجيبي للتسارعات، ولهذا قلنا أن إكس تساوي أ تساوي ناقص أوميجا مربع في إكس. لما يكون المطال أعظمي، مثلا هنا التسارع يكون أعظمي ولكن سالب، هذا يكون في زائد إكس أم، هذا يكون في ناقص أوميجا مربع إكس، إذن يعاكسه في الاتجاه ولكن هو مماثل له. حتى في الانطلاق لاحظ هذا من أين انطلق، وهذا انطلق من قيمة سالبة، بينما السرعة هي بين ذا وذاك، سواء كان المطال أعظمي أو التسارع أعظمي فإن السرعة معدومة. لما تكون السرعة معدومة الاثنان ينعدمان، سواء المطال أو التسارع. إذن تمعن جيدا في هذا الرسم البياني، وحاول أن تفهم الجيبية الثلاث بالطبع ليست على نفس السلم. أتمنى أنك أدركت ما قدمته لك في هذا الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم الذي سننتقل فيه إلى حركات من نوع أخرى، وهي الحركات المستوية، الحركات التي تتم على مستوى. سنبدأ بالجزء الأول الذي ندرس فيه الحركة أو دراسة الحركة بالإحداثيات القطبية، حالة خاصة وهي الحركة الدائرية، والحالة الخاصة الثانية وهي الحركة الدائرية المنتظمة. إذن من الآن حاول أن تراجع الإحداثيات، لأن هذا مطلوب. إذا لم تكن تعرف الإحداثيات أو الإحداثيات القطبية بالذات في هذا الدرس، يصعب عليك فهم ما سأقدمه لك. إلى ذلك الحين أتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم.